يا بنات تعالوا يا بنات. قومي شوف الماما بتنادينا، بس انا شيرت بتختي. نعم ماما. روحي يا لوزي في اخوك مشان يجيب لنا عدة الفطور. تمام ماما. فوزي اوفي فوزي اوفي، ماما عم صحلك. يا ماما ما كان يفيق. ماما ما في داعي، انا بروح افيقه. فوزي ام 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 فوزي ام 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 في ام ام فوزي ام 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 في ابنك اجي تقتلك بسرعه بسرعه، لا بتلحق حالك، لا بتلحق، ما بتلحق حالك بسرعه. ام 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 نعم نعم اشو صار اشو في امك معصب منك، بدك تاكل قتلي 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 كتير قوي. ليش ليش اشو في؟ ما بعرف، بسرعه بسرعه روح شوفها. ما اشو صار اشو في؟ يلا يا ابني روح جيب عدة فطور وخبز للفطور. استغفر الله العظيم، والله والله اجيت لك يا سودي. ماما تعال يا ماما تعال حقيني، بدي والله يا والديك. اشوفي ليش عم طالع كل هالصوت العالي؟ ماما طلع سودي فيقتني ودفقتني وكذبت علي. ماما ما كان في غير بهالطريقة. ولو هالشي ما بصير، انت دفلتي اخوك بكذبتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عليكم بالصدق وإياكم والكذب. يعني يا لوزي وفوزي ولوزي، الكذب حرام وما لازم تكذبه، لازم تقوله دائما الحقيقة. إذا قلت الحقيقة بتروح على الجنة، أما إذا قلت الكذب والعياذ بالله بتروح على النار. فهذا الشيء ما بصير إنكم تكذبوا. إذا كذبتوا الناس بيعرفوكم إنكم كذابين، وبعدين ما بقى بيوثقوا فيكم، وبصير ما بقى بيقولوكم لا أسرارهم، وما بقى بيعطوكم أمانات تخبوا لهم إياها. وكمان إذا كذبتوا بينكتب يوم القيامة بكتابكم إنكم كذابين وعم تكذبوا، وهيك بتاخدوا سيئات كتير. وإذا قلت الحقيقة وقلت الصدق بينكتب بكتابكم يوم القيامة إنكم صادقين، بتاخدوا كتير حسنات وإن شاء الله بتفوتوا الجنة. وكمان الكذب ما بصير بالمزح، وحتى ما في شيء اسمه كذبة بيضاء، وما في شيء كذبة صغيرة وكذبة كبيرة. فلهيك تاني مرة ما بدي تكذبي يا سوزي، وانتو كمان ما تكذبوا، ما بدي ولا نهار ولا مرة أعرف إنكم كذبتوا. ديروا بالكم بعاقبكم عقابها، واللي بدي أسمع إنه كذب رح بطل أحكي معه، رح أعاقبه بعد العقاب بطل أحكي معه إن شاء الله. أنا آسفة يا ماما يا أني كذبت، وأنا آسفة يا فهدي، ما بقى عيدة وما بقى جفلك، بس تاني مرة في عالسوا وبدون هالشي. تمام في بسرعة يعني.